جايين نكمل كلامنا معاكم في سلسلة واحة الإيمان. كنا بنتكلم عن إيه في سلسلة واحة الإيمان؟ قلنا قبل كده إن في صحراء شاسعة واسعة فيها كفر وفيها شركيات وفيها ظلمات كثيرة جدا جدا جدا، وداخل كل الظلمات دي وداخل كل الصحراء الواسعة دي في واحة الإيمان زي ما احنا شايفين كده بنقول لكم، يعني بس مباشر من واحة من واحات الجميلة في مصر، واحة سيوة. جميلة جميلة جميلة، شايفين المنظر اللي ورايا ده؟ بحيرات ويعني شجر ونخل وزرع وعصافير وطيور. واحة الإيمان، واحد داخل كل الصحراء دي، طريق أنا طالع من القاهرة وصلت لسيوة يعني بنتكلم في 10 ساعات تقريبا، طريق صحراء 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 صحراء، وفي الآخر في إيه؟ في واحة الإيمان. إحنا بقى عايزين نقعد بقى فين؟ في واحة الإيمان دي. أنا أعسبني في واحة الإيمان، أنا كده مبسوط في الواحة جدا مش عايز أخرج منها إن شاء الله، وأدعوكم إن أنت تيجي تقعدوا في إيه؟ واحة سيوة إن شاء الله بإذن الله. طيب أنا عايز أقول بس حاجة مهمة، إيه واحة الإيمان؟ قلنا إن اتكلمنا إن في وسط الصحراء الشاسعة الواسعة دي في واحة فيها عصافير وفيها مية وفيها شجر وفيها نخل وفيها ناس بتبيع وتشتري وساكنة وعايشة في وسط الإيه؟ الصحراء الشاسعة دي. طب أنا دخلت سبت الشركيات والكفريات ودخلت واحة الإيمان دي مع الناس الصالحين المؤمنين دول، طيب هل الناس المؤمنين الصالحين دول يغلب عليهم الإيمان ما بيقعوش في الذنب والمعصية؟ قلنا لا، ممكن يقع في الذنب والمعصية ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، لكنهم يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى من فور، يعلمون أنهم وقعوا في الذنب والمعصية ويتوبون إلى الله. طيب كل ما الواحد بقى هيرتكب ذنوب ومعاصي يرتكب ذنوب ومعاصي هيبدأ يخرج إيه؟ من واحة الإيمان واحدة واحدة، القلب عمال ينكت فيه نكت سوداء ينكت فيه نكت سوداء، فهيخرج خلاص من واحة. طب هو عايز يثبت جوه الواحة؟ عايز يفضل مع الناس الصالحة دي يعمل إيه؟ قلنا إن في مثبتات عشان أفضل إن شاء الله داخل الواحة ويفضل الإيمان في قلبي. قلنا الدعاء الى الله سبحانه وتعالى، وقلنا دعاء الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، وقلنا الثبات على طلب العلم، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فضل العالم على العابد كفضل على ادناكم. يبقى طلب العلم الشرعي منضبط بالكتاب والسنه بفهم سلف الامه. وقلنا ايه كمان؟ قلنا الصحبه الصالحه، كل دي مثبتات، الصحبه الصالحه انك تلزم الصحبه الصالحه والركب الصالح الذي يبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. الصحبة الصالحة، الصاحب ساحب إما لجنة وإما لنار. طب دي كل دي مثبتات، طب إيه تاني؟ إقامة الصلاة على أول الوقت، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فيبقى إقامة الصلاة والدعاء وطلب العلم والصحبة الصالحة وكل دي من الأمور المثبتات، وغيرها غيرها كثير مثبتات على إيه؟ على الطاعة. طب دي التحلية، طب وفي نفس الوقت لازم أدفع لإيه؟ بالتخلية. يعني في بقى أمور ممكن تؤدي الإنسان بالانتكاسات زي ما قلنا عليها قبل كده، كلمنا عن إيه؟ كلمنا عن الصحبة السوء، وكلمنا عن عدم مراقبة الله في الخلوات وذنوب السر، كلمنا عن أمور كثيرة في الانتكاسات، ومنها متاع الدنيا وحب الدنيا والطمع في الدنيا. طب عايزين نتكلم بقى على حاجة تانية، نتكلم على ايه النهاردة؟ نتكلم من الحاجات اللي هي فعلا يعني تؤدي لانتكاسات كثير من الشباب الذي يظن في نفسه الايه؟ العظمة والكبرياء والعزة وينتابه الغرور، كل ده في ايه؟ في حب الهوى، في حب النفس، في الشعور بالذات، كل دي من أسباب انتكاسات خروج الإنسان من الدنيا أو خروج الإنسان من الواحة التي نبتغي السكون فيها إلى إيه؟ خارج الواحة. وده كان من أفعال إبليس، الكبر والغرور، فأبى واستكبر وكان من الكافرين. فمن الأمور الصعبة جدا الإنسان يظن نفسه أنه عالم ويعلم كل شيء ويفتي الناس بجهل، ويعني يقضح في مشايخ وعلماء السنة ويقول أنه يعلم كذا وكذا وهذا يعني عميل وهذا كذا وهذا، ويقضح في المشايخ والعلماء ويقول ليس هناك يعني مشايخ وعلماء للسنة، أنا أعلم، أنا أفتي الناس بجهل، أنا أنا أنا. الجهل وحب الهوى وحب النفس، كل دي أمور يعني شديدة جدا جدا على النفس، لا يستطيع نفس أن يعني ينجو بنفسه إلا إذا كان في ركب صالح، إلا إذا كان فيه مع صحبة صالحة بطلب علم صالح. ده أمر مهم جدا، الإحساس بالنفس والإحساس بالذات، وإحساس أن أنا أفضل من الناس، وإحساس أن كل الناس ما تعرفش وأنا اللي أعرف، وإحساس أن كل الناس جاهلة وأنا اللي عندي العلم، وإحساس أن ما فيش حد عنده العلم اللي عندي. كل دي أمور قتالة فتاكة فعلا تصيب القلب في مقتل. فيخرج الإنسان شيئا فشيئا من إيه؟ من واحة الإيمان، يخرج إلى إيه؟ للصحراء الشاسعة الواسعة. وفعلا ده حقيقي، يعني انا في اعرف ناس كتير يعني ربنا يعني يهدينا واياهم
خلال السنين اللي فاتت وخلال الأحداث اللي حصلت الفترات اللي فاتت حصل معاه ده، حصل معاه فكرة إن المشايخ دول ما يفهموش حاجة، ما يعرفوش حاجة في فقه الواقع، دول آخرهم يتكلموا في الحيض والنفاس، لكن أنا أعرف وأنا أعلم وأنا. وبعد كده اكتشف بعد سنين بعد سنين إنه كان على ضلال وإنه كان على غواية وضل فأضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طلب العلم يا شباب، طلب العلم نتكلم فيه في المثبتات ونتكلم فيه في الانتكاسات. العلم مثبت طوق نجاة بأمر الله بفضل الله على من امتن الله سبحانه وتعالى عليه بتعلم العقيدة الصحيحة السليمة، تعلم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، مثبت قوي جدا 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 للثبات داخل واحد الإيمان. طب والعكس، العكس بالعكس، يعني إيه؟ يعني الجهل. الجهل ده أحد الأمور المهمة جدا 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 في الانتكاسات، زي ما تكلمنا عن مراقبة الله في ذنوب الخلوات وتكلمنا عن الصحبة السوء، لازم نتكلم عن الجهل. الجهل المستشري في أمة اقرأ. أول ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، قال ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ. فأمة اقرأ أصبحت لا تقرأ، ودي بقت المشكلة والطامة الكبرى. نجد شباب النهاردة يعني لسه بيفتح عينه على الحياة، وتلاقي عنده يعني أبجديات العقيدة هشة جدا، أبجديات التوحيد هشة جدا، يظن في الله الظلم، يظن في الله عدم العدل، ويظن في الله سبحانه وتعالى عدم الحكمة، وحاشا لا يكون. الله سبحانه وتعالى حكم حكيم عدل. تعلم أسماء الله الحسنى وتعلق الإنسان المؤمن بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وتعلم العقيدة والتوحيد والفقه واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم والتزامه لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ده مثبت قوي للثبات داخل واحد الإيمان. والعكس، الجهل بالعقيدة والجهل بالتوحيد والجهل بالدين والجهل بسيرة الرسول وقصص الأنبياء والجهل حول الرسول والجهل بالفقه والجهل بشريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كل ده يؤدي لإيه؟ انتكاسة شديدة جدا وخروج خارج دائرة واحة الإيمان. ببساطة شديدة احنا عايزين نفضل داخل الواحة ولا عايزين نخرج من الواحة؟ لو اننا جادين فعلا في اهدنا الصراط المستقيم، لو اننا جادين فعلا في طلب الجنة من الرحمن الرحيم ورؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى ان نراه في الجنة بإذن الله جميعا بإذن الله، يبقى خلينا صادقين. الحل ايه؟ توبة صادقة، توبة نصوحة، طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، دعاء استغفار، طلب علم بجد، طلب علم بجد يا شباب. أوقات منا بتضيع كتير جدا 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 جدا، وإحنا في أمس الحاجة لهذه الأوقات في استخدامها في طاعة الله. واحة الإيمان ببساطة شديدة جدا صحراء واسعة، صحراء شاسعة، فيها كفر وكفريات وإلحاد، وفيها بدع ومنكرات، وفيها علمانية، وفيها بتنجانية، وفيها ليبرالية، وفيها صحراء واسعة، فيها مناهج منحرفة. لكن واحة الإيمان هم الذين صح القول فيهم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هؤلاء هم المؤمنين الذين قالوا إننا نحب الله سبحانه وتعالى، فأمارة هذه المحبة هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. واحة الإيمان ببساطة شديدة جدا يا شباب، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، التزام الطاعة، تخلي عن الذنب والمعصية، ولو وقعنا في الذنب والمعصية نتوب ونستغفر لله سبحانه وتعالى، ولا نصر على الذنب والمعصية، ولا نجهر أبدا بالذنب والمعصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون. لو أننا حارسين فعلا على الثبات داخل واحة الإيمان، خدوا بالكم من أفعالكم. وأنا أذكر نفسي وإياكم بهذا الكلام، واحة الإيمان مكملين مع بعض في سلسلة واحة الإيمان، كلام مهم جدا 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 على الثبات على الإيمان والتخلي عن الذنب والمعصية وطريق الشيطان. أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يرزقنا جميعا الجنة وأن يثبتنا على الطريق المستقيم. جزاكم الله خيرا، مش عامل لايك للفيديو وسبسكرايب على اليوتيوب لعل حد يستفيد بيها إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.